طريقه النفس عشان دي حاجه مهمه جدا. طيب احنا في اليوجا برضو بنتنفس بطريقه معينه ودي طريقه بتخلينا نحس بريلاكسيشن. انا باخد نفس عميق بخلي النفس يوصل لحد اخر بطني. شايفين بطني بقت مقلبظه ازاي؟ هو كده بخلي النفس يملي بطني كلها وانا بطلع النفس بشفط بطني لجوه. التمرين ده بيشغل حاجه اسمها الباراسمباثيتك سيستم. الباراسمباثيتك سيستم ده اللي بيخليني احس ان انا ريلاكس، كمان بيقوي عضلات البطن والظهر وبيقلل ضرب القياس.